مساء الخير أعزائي الطلبة طالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنكمل مع بعض الفلسفة البيئية وقضايا العصر. طبعا يمكن في ناس ما حضرتش معانا الحصة اللي فاتت، إحنا عايزين بس نعمل عملية تذكرة كده للكلام اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفلسفة البيئية، وقلنا إن الفلسفة البيئية فرع جديد من فروع الفلسفة التطبيقية، لأن نتيجة تقدم العلم والتكنولوجيا طرح مجموعة من المشاكل أثرت على البيئة، وإزاي الإنسان تدخل بالتكنولوجيا في البيئة وبدأ يعمل اختلال في التوازن البيئي. فكان لابد إن يظهر فكر أخلاقي جديد وهي الفلسفة البيئية عشان نبدأ نواجه ونضع حل لهذه المشاكل الخاصة بالتكنولوجيا. فخدنا الفلسفة البيئية وقلنا فرع من فروع الفلسفة التطبيقية بتهتم بدراسة البيئة، بتهتم بمشاكلها نتيجة التكنولوجيا، نتيجة التطور العلمي، هدد البيئة وعلى رأسهم الإنسان. قلنا نتيجة الأبخرة والأدخنة والمصانع وعوادم السيارات، قلنا كمان استخدام الصيد الجائر وقطع الغابات وكتر الأدخنة والأبخرة. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، تحول الشجر الأخضر إلى يابس، وتحول السماء من السماء الصافية أو الزرقاء الصافية إلى اللون الرمادي نتيجة الأبخرة والأدخنة. اتكلمنا كمان عن إن إزاي كان الشخص أو نتيجة التقدم العلمي عمل اختلال في التوازن البيئي، وإزاي ندده العلماء والمفكرين والفلاسفة أو المفكرين والفلاسفة بإزاي علاج هذه المشاكل من خلال إقامة التوازن البيئي. واتكلمنا عن حماية حقوق الكائنات الأخرى والكائنات الحية والطبيعة، واتكلمنا عن حقوق الأجيال القادمة. كمان اتكلمنا عن معنى البيئة، وقلنا البيئة عندنا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي معناه بواء أو تبوأ، ابن المنظور في لسان العرب الباء إلى الشيء. وإحنا كنا لازم نفهم إيه الناتج من التعلم بتاعنا معنى البيئة اللغوي. معناها هي المكان أو المقام أو الحال الذي ينزل به الكائن الحي. أيضا اتكلمنا عن المعنى الاصطلاحي، وقلنا هي مجموعة من الظواهر والأشياء المحيطة بالفرد، سواء بيئة طبيعية، بيئة خارجية، فكرية، ثقافية. وكمان قلنا أول من درس المعنى الاصطلاحي هم علماء المسلمين. فين؟ في القرن الثالث الهجري. مين من أشهرهم؟ ابن عبد ربه. وقال هو الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائن الحي، أشار للمكان والمناخي والمكان الأحياء المكاني والمناخي والأحياء، وأشار كمان للجانب السياسي والأخلاقي المرتبط بالإنسان. طبعا بعد كده اتكلمنا على علاقة الإنسان بالبيئة، وقلنا يا أولاد إن علاقة الإنسان بالبيئة مرت بخمس مراحل. أول مرحلة مرحلة التقديس والتأليه، وقلنا إن الإنسان خضع للبيئة خضوع تام، الإنسان البدائي، وكان بيفسر كل الظواهر اللي موجودة في البيئة تفسيرات خرافية، ظواهر قوة خارقة، تفسير ساذج، كان خاضع تماما للبيئة فلجأ لتقديس الطبيعة وعبادة الطبيعة. مرحلة تانية انتقل إليها وهي مرحلة التفسير والتوظيف، وقلنا دي مرحلة ظهرت في الحضارة اليونانية، وده تمثل الفكر الفلسفي. قلنا الفكر الفلسفي بيتكلم عن أصل الوجود وأصل الموجودات وأصل وجود الإنسان، كان بيتكلم على إدراك القوانين الخاصة بالطبيعة، وكان بيتكلم أرسطو قال إن الأرض هي مركز العالم الطبيعي. وبرضه مش عايزين ننسى في معلومة مهمة جدا، إن الفلسفات الطبيعية دي أكدت على إن الإنسان أرقى الكائنات الحية، وإن كل حاجة موجودة في البيئة في خدمته، يعني هنا بالتالي أكدت على المركزية البشرية، أن الإنسان يستعلي عن بقية الكائنات الأخرى، أن الإنسان أسمى الكائنات الأخرى. جينا مرحلة تانية تالتة، وهي مرحلة الاستغلال والسيطرة، وقلنا دي ظهرت في العلم الحديث واكتشاف المنهج التجريبي واستخدام منهج علمي، وإن الإنسان بدأ يستغل ويروض الطبيعة بطريقة علمية ومنهجية. بدأ يستغل الحاجات اللي موجودة في الطبيعة، بدأ ياخد الحديد يعمل بيه طيارات وسيارات، بدأ ياخد الألمون يعمل بيه أواني، بدأ يستخدم الرملة يعمل بيها الزجاج، الخشب يعمل بيها أبواب وكراسي. بدأنا نستغل كل ما هو موجود في الطبيعة. نجح الإنسان في استغلال الطبيعة، الاستفادة من الموارد الطبيعية، ولكن
نأكد على معلومة تاني في مرحلة الاستغلال والسيطرة، إن مرحلة الاستغلال والسيطرة هو الإنسان استغل الطبيعة وسيطر على الطبيعة ولكن بدون أي أضرار. أما مرحلة القهر والاستبدال، الإنسان هنا قهر الطبيعة. قهر الطبيعة إزاي؟ ما عجبوش شكل الطبيعة، بدأ يغير من أشكال الكائنات الحية والهندسة الوراثية والاستنساخ اللي احنا هناخدهم إن شاء الله في الباب الثاني من الفلسفة. أيضا أو الموضوع الثاني، أيضا اتكلم عن تغيير أشكال الكائنات الحية. قلنا هنحقن الحيوانات بالهرمونات، أنا مش عاجبني شكل الكتكوت هحقن الكتكوت ده بالهرمون، المواد الصناعية، الأشكال التهجين والأشكال الغريبة اللي بنشوفها، قال لي دي كلها نتيجة تدخل الإنسان. بدأ الإنسان ينشر مجموعة من الأمراض، ارتفاع درجات الحرارة، قلنا تحول الجو من الهواء الصافي، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، قلة الأكسجين، انتشار الأمراض، دي كلها نتجت عن مرحلة القهر والاستبدال. بدأت بعد كده المرحلة الأخيرة وهي الاحترام والصون، بس نخلي بالنا ونفتكر مع بعض إن مرحلة القهر والاستبداد والاحترام والصون هما الاتنين متزامنين مع بعض. يعني ما نقولش إن مرحلة القهر والاستبداد انتهت، لأن حتى وقتنا الحالي بنلاقي مجموعة من المشاكل، الصيد الجائر وكذلك بعض المخالفات، ولكن الفلسفة البيئية أو مرحلة الاحترام والصون في وقتنا الحالي هي سن التشريعات والقوانين عشان تحد من هذا التدخل وهذا القرار، ولكن أيضا إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي وعدم إلحاق الأذى بالبشر والكائنات الأخرى. طبعا احنا قلنا الاهتمام بالبيئة وفلسفة البيئة، ونبدأ مع بعض كده نركز على الحتة دي. احنا قلنا فلسفة البيئة، قلنا فلسفة البيئة فرع من فروع الفلسفة التطبيقية ظهرت في الوقت الحالي. يعني الفلسفة البيئية كفرع من فروع الفلسفة التطبيقية ظهرت في مرحلة الاحترام والصون. أما الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالبيئة واحترام البيئة وحب البيئة ظهر إمتى؟ قال لي ظهر منذ حضارات الشرق القديم. مين هم حضارات الشرق القديم؟ هنبدأ مع بعض كده رحلتنا النهاردة في الحصة بتاعتنا ونشوف مين حضارات الشرق القديم اللي إثبات إن هم اهتموا بالبيئة، احترموا البيئة، حبوا البيئة، وعبدوا البيئة. مين هم من عبد البيئة؟ قال لي الفكر البيئي في الشرق القديم. عندنا المصريين القدماء وعندنا الصينيين القدماء أو الطاو، دول حضارات الشرق القديم، من بعض حضارات الشرق القديم التي يؤكدوا أنه احترموا البيئة، حبوا البيئة، عبدوا البيئة. هنبدأ مع بعض أول حاجة الفكر البيئي عند المصر القديم. طبعا يا أولاد المصر القديم كان اتسمت طريقة الفكر أو طريقة اهتمامه بالبيئة من ناحية التدين والعبادة. يعني منذ وجوده وهو في هذه البيئة حضارة 7000 سنة كان بيشوف إن الحيوانات بتشاركه في البيئة، بس كانت الحيوانات بتمتلك قدرة هو مش بيمتلكها، قدرات لا يستطيع أن يمتلكها، فبالتالي لجأ لعبادة الحيوانات، عبادة روح الحيوانات اللي موجودة. ليه؟ عشان يتقي شرها وبينعم من خيراتها. يبقى هنا المصر القديم لجأ لتقديس و عبادة الكائنات الأخرى عشان يلجأ أو عشان خاطر يتقي من شرها، وفي نفس الوقت ينال الحب والتقدير بالنسبة للكائنات الأخرى. أيضا هو وجد المصري القديم أن قدس الروح ديت، قالك فيه روح كامنة في الحيوانات، قالك زي التماسيح، زي الأبقار، زي الكباش، زي الصقور، حتى الحيوانات المنزلية بتاعته احترمها وحبها، لأن كان بيعتقد إن هي بتحمل أرواحاً طيبة. طيب يبقى المصري القديم استخدم الموارد الموجودة وبنى حضارته وبنى المعابد اللي موجودة، وكمان عبد الطبيعة وعبد المظاهر الموجودة في الطبيعة والكائنات الحية. يبقى هنا الفكر البيئي عند المصري القديم كان يتسم بروح التدين والعقيدة والإيمان بالكائنات أو الإيمان بوجود آلهة في أرواح هذه الكائنات الحية. طب ايه دليلنا على ذلك؟ قال لي اول كتاب او دليلنا على ذلك كتاب الموتى، اقدم كتاب مصور عرفته الانسانيه، وده كتاب الموتى بيقول لي كان يعتبر من اهم الوسائل للحفاظ وللتقرب للالهه. كتاب الموتى ده عباره عن ايه؟ كان ايه؟
يعني ايه احد وسائل التقرب للالهه، وان هو مش مجرد الحياه الطيبه على الارض بس. قال لي كان مجموعه من الوثائق، مجموعه من النصوص الدينيه الجنائزيه بتستخدم في مصر القديمه عشان ايه؟ عشان تكون دليل للميت في رحلته للعالم الاخر. هو كان اعتقادهم بالبعث والخلود، وبالتالي هو يعتبر الممر اللي من خلال تعامله ازاي يحافظ على البيئه ويحافظ على الكائنات الحيه اللي موجوده ولا يتعدى اي كائن حي، عشان يكون هو الممر للحياه الابديه بتاعته. وعشان كده نلاقي الدليل رقم 2 بيأكد نفس دليل رقم 1، تعويذة إعلان البراء. التعويذة بيقولها قدام الإله الأعظم، ودي كانت بتتكتب عبارة عن تعويذات على جدران المعابد، بتنقش على جدران المقابر والمسلات والبرديات، على أقنعة الموميات، عشان خاطر إيه؟ عشان بتصور خطة البعث والخلود والحساب. اعتقاده ان هو هيقابل الاله الاعظم، وهيأكد ان هو احترم جميع الكائنات الحيه، وان هو لم يحرم المشيه من عشبها، ولم اصنع الفخاخ للعصافير الالهه، ولم اصطاد سمكا، ولم امنع مياه جاريه، ولم اطفئ نارا. يعني هو كده بيأكد براءته وان هو احترم جميع الكائنات الحيه. ليه بيأكد براءته؟ لان هم كانوا بيعتقدوا ان في عمليه الحساب ديت، وان الاله الاعظم لما هيجي، فكان بيعتقدوا ان اذا تم وزن قلب الشخص المتوفي امام ريشة الهة الحق، وان معت، وان الهة الحق دي او وزن القلب ده طلع اتقل من وزن الريشة، يبقى الانسان كده من العصين ويرموه لوحش يلتهمه، وكده انتهت نهاية هذا الميت نهاية مأساوية. اما اذا كانت الريشة قصاد القلب، وان القلب اخف من الريشة وزنا، يبقى كده ده من الصالحين وينعم بالجنة والنعيم والحياة الخالدة اللي هي الحياة البعث والخلود. يبقى هنا عندنا كتاب الموتى، كان هو كتاب عبارة عن وثائق، عبارة عن نصوص، كان دليل للميت في رحلته للعالم الآخر، هي عملية البعث والخلود. تعويذة إعلان البراءة اللي كان بيقول عشان يثبت براءته، عشان يبين لهم من كان هو عاصي أو له الحياة الأخرى وينعم بالنعيم والجنة من خلال إلهة الحق مات. أيضا الإنسان احترم البيئة واتخذ من مظاهر الطبيعة، قلنا السماء، الأرض، الشمس، النباتات، الحيوانات، قلنا زي الحيوانات الصقور والكباش، تمام، زهرة اللوتس، عندنا الشمس طبعا أكبر الإله رع، عبدوا أو اتخذوا من مظاهر الطبيعة آلهة لهم وعبادتهم، عشان كانت تحمل هذه الآلهة قوة خارقة باعتبارهم ان هم لابد من مراعاتها، لابد من محابتها وتقديسها. ايضا نهر النيل، نهر النيل يا اولاد من درجات العبادة والتراتيل والاناشيد، كان اهتمامهم بالنيل اهتمام كبير جدا، لان هو اللي وحد المصريين جنوبا وشمالا، هو اللي علم المصريين الصبر، هو الشريان اللي اساسه مصير الحياة، مصير الناس كلها، خلاه وحدهم كمصير واحد. النيل هو مصير، هو سبب الخصب والنماء، وبالتالي كانوا بيرموا له العروسة ويوجهوا له التراتيل والأناشيد والتبريك، وطبعا احنا بنقول كانوا بيرموا له ده إله عظيم، وهو السبب في بناء الحضارة، ولولا النيل لما كانت جفت كل الأشياء الموجودة في الطبيعة. يبقى أنا عندي الفكر البيئة عند المصري القديم فكر ديني، فكروا في البيئة من ناحية الدين، من ناحية العبادة، اعتمدوا على العبادة واعتمدوا على الدين من منظور البعث والخلود. منظور البعث والخلود أن الإنسان يحترم الطبيعة، يحترم ما هو موجود من كائن حي، عدم التعدي عليها، دليل على أنه ينعم بالحياة الأبدية. إذا قام بالتعدي على أي كائن حي أو قام بتخريب ما هو موجود في الطبيعة، يعتبر من العصيين ويتم التهامه عن طريق وحش، وبالتالي كده القوه إلى الوحش، لأنه يعتبر أقام مجموعة من المعاصي، التعدي على الحيوانات أو التعدي على أشكال الطبيعة الحية. يبقى الفكر المصري القديم فكر احترم البيئة، حب البيئة، اتخذ من مظاهر الطبيعة آلهة له، هو ما عبدش الحيوانات، هو عبد روح الحيوانات. الصقور، يعني الصقر كان اسمه إله حورس، ما سموش الصقر، الصقر كان ليه اللغة القبطية، ولكن حورس دليل على أنه يمتلك روح الصقر، روح الشجاعة،
فهو هنا بالنسبة له الصقور أو بعض الأشياء اللي اتخذها دليل على أنها تحمل أرواحا قوة خارقة، دليل على أنها تتميز بهذه القوة الخارقة فعبدها المصري القديم. يبقى إذن الفكر البيئي في المصري القديم كان كل اهتماماته أنها عبادة الطبيعة للوصول إلى الجنة والنعيم. أما الفكر البيئي عند الصين، الطاويين أو الطاو دي تعتبر تاني ديانة، ومش عايزين نقول عليها ديانة لأن الطاو هنقول عليه ديني وفلسفي، ويعني ناحية دينية، خدت ناحية دينية وخدت ناحية فلسفية وخدت دين الصين الشعبي، لأن هي تمثل تاني ديانة بعد الكونفوشيوسية في الصين. الطاو هي المبدأ أو المآل أو القانون أو الطبيعة اللي بتأتي منه كل الأشياء وتنتهي كل الأشياء. يعني الطاو عبارة عن عقيدة، عبارة عن مجموعة من المبادئ مشتقة من الفلسفة، مشتقة من الديانة الصينية القديمة، ظهرت في بلاد الصين فيما يقرب من 4-6 قبل الميلاد. بتعتبر إن هي بتتكلم على إن الطاو هو مبدأ أو قانون طبيعي أو مآل. يعني إيه مآل؟ هو الذي تأتي منه كل الأشياء وتنتهي منه كل الأشياء، هو مصدر كل شيء موجود في الكون، هو أساس كل شيء موجود في الكون. الطبيعة أو الطاو بتؤكد على العيش في وئام مع الطاو، مع الطبيعة. وئام يعني انسجام. بتقول إيه؟ الطاو هدفها إيه؟ قالوا آمنوا بحكمة الوجود والطبيعة وانتظامه، يعني زي تتابع الليل والنهار والوجود والطبيعة وما هو موجود في الطبيعة. الطبيعة متغيرة وتتغير كما هي دون تدخل أي أحد. الترابط بين الأشياء. طب الطاو كان إيه جوهر كلامها؟ كان إيه فكرتها؟ فكرتها العودة للحياة الطبيعية، دي الأساس. فكرتها رفض أي تغيير، رفض أي تدخل خارجي. فالطبيعة تعالج نفسها بنفسها دون تدخل أي شخص آخر. الطاويين فكر فلسفي وديني، لأنه قانون طبيعي، مبدأ، مآل، هدفه من خلاله توازن نظام كل شيء موجود في الطبيعة. وقالوا إن أساس العلاقة بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية لا تمييز. ليه؟ ليه لا تمييز؟ إحنا خدنا في مرحلة التفسير والتوظيف قلنا تميزت بالمركزية البشرية، وإن الإنسان سيد الأرض وأرقى الكائنات الحية وكل شيء في خدمته، وبالتالي الإنسان يتدخل في الطبيعة. هنا الطاوية نادت بالطبيعة، التوحيد للطبيعة، رجوع الإنسان بالفطرة للطبيعة وعدم التدخل في البيئة. ما فيش تمييز بين الإنسان والكائنات الأخرى. ما تقوليش إن الإنسان أسمى الكائنات الحية وأرقى الكائنات الحية وعليه يتدخل في البيئة بحجة إنه الأقوى والأرقى. لا، هذه الفكرة رفضتها الطاوية، تنادي بالمساواة، تنادي بعدم التمييز بين الإنسان والبيئة والكائنات الأخرى. فالإنسان يعتبر جزء من الطبيعة، وبالتالي هنا الفلسفة الطاوية نادت بعدم التمييز قبل الفلسفة البيئية وقبل العصر الحديث أو العصر الحالي اللي احنا في وقته الحالي، إن احنا بنتكلم لا تمييز بين الإنسان والبيئة والحفاظ على جميع الكائنات الحية. وبالتالي احنا بنقول المساواة، المساواة بين الإنسان والكائنات الأخرى. الإنسان هنا في رأي الطاويين هو ليس أرقى الكائنات الحية ولا يتميز بالمركزية البشرية، يعني رفضوا المركزية البشرية وأكدوا أن الإنسان يتساوى مع الكائنات الحية، وأن هذا التمييز هو تمييز مصطنع معمول وليس هو في الطبيعة. الطبيعة عشان الإنسان أو نحفظ على توازن الطبيعة لابد ألا يتدخل الإنسان. رفضت الطاوية أن يتدخل الإنسان بحجة إن هو أقوى وأرقى، وأكدت أن الطريق أو السبيل للطبيعة هي أن تتعايش مع الطبيعة، أن توحد الإنسان بالطبيعة، لا يتميز شخصاً عن آخر أو لا يتميز الإنسان عن الكائنات الأخرى وما هو موجود في الطبيعة. أيضاً لاوتسي في كتابه الطاو خاطب الإنسان، وده كان أول تحذير يحذره فيلسوف، إن محاولة الإنسان تعد خراباً ودمراً على الطبيعة. قال له أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم وتحسينه؟
أنا لا أرى ذلك ممكنا. العالم مقدس ولا يسعك تحسينه، ولو حاولت تغييره لكان خرابا. هنا الفلسفة الطاوية تؤكد أن تدخل الإنسان في الطبيعة يعد خرابا ودمارا، تؤكد أن المساواة بين الإنسان والكائنات الأخرى. ثلاثة، رفضت المركزية البشرية وتؤكد أن الإنسان ليس أسمى الكائنات الحية، ولكن يبد أن نوحد الإنسان مع الطبيعة لكي يحدث هذا التناغم وهذا الانسجام، ولا يتعدى الإنسان بحجة أنه أقوى وأرقى، وبالتالي تدخل الإنسان في الطبيعة يعد اختلال للتوازن البيئي، يعد خرابا وضرر للبيئة، دمار للبيئة. يبقى الفلسفة الطاوية ظهرت منذ حضارات الشرق القديم قبل الميلاد، من 4-6 قبل الميلاد، تنادي بتوحيد الطبيعة مع الكائنات الأخرى والإنسان لكي نحفظ توازن الطبيعة. وبالتالي الشرق القديم سواء المصري أو الطاويون أكدوا على احترام الطبيعة واحترام جميع الكائنات الحية، دع كل ما هو موجود يعيش لكي نحافظ على توازن الطبيعة. هننتقل لجزئية تانية وهو الفكر البيئي عند العرب. الفكر البيئي عند العرب عندنا ابن رضوان وابن خلدون. ابن رضوان، علي ابن رضوان، طبيب وفيلسوف ورياضي مصري، اتكلم في ميدان الفكر البيئي، أو اتكلم عن طبيعة المكان والبيئة والمناخ والإنسان وعلاقته بفصول السنة وعلاقته بالأمراض والأوبئة. اتكلم عن الأمراض والأوبئة في كتابه رسالة في الحيلة في دفع مدار الأبدان بأرض مصر. اتكلم عن تأثير الهواء. اتكلم عن الأمراض، يعني لما يجي يتكلم عن أرض مصر، اتكلم عن الأرض، خصائصها، إيه الأسباب اللي بتؤدي للأمراض؟ ربط بين العوامل البيئية اللي موجودة وبين السمات النفسية وتأثير المناخ والهواء والمسكن على صحة الإنسان. اتكلم أو درس الموقع الجغرافي لمصر وما يصيبه من أمراض، سواء موقع جغرافي، احنا لو جينا قلنا الأقاليم الجغرافية أو الموقع الجغرافي، سواء الجنوب أو الشمال. لو نيجي نتكلم على المناخ هنقول بالنسبة للصيف، بالنسبة للشتاء. اتكلم عن الأمراض، اتكلم عن الأمراض اللي بتصيب الإنسان. يعني احنا لو جينا خدنا مثال من الأمثلة، قال إن الأمراض على سبيل المثال اللي بتصيب الإنسان زي مرض الكوليرا. مرض الكوليرا ده كان بيصيب الإنسان في مصر نتيجة رمي الجثث في، على سبيل المثال، أثناء الحروب في السودان. فكانت الكوليرا نتيجة رمي هذه الجثث وتعفن هذه المياه، كانت بيصيب البشر بمجموعة من الأمراض مثلها الكوليرا. يبقى تأثير طبيعة المكان، احنا بنتكلم عندنا لو قلنا موقع جغرافي ومكان، هنقول عندنا بيئة صحراوية، بيئة زراعية، بيئة ساحلية. كل بيئة بتتميز بمناخ معين. يعني احنا قلنا البيئة الصحراوية على سبيل المثال بنقول شديدة البرودة ليلا، جو جاف، ما فيهوش رطوبة، وبالتالي هنا هنلاقي مجموعة من الأمراض بتصيب الإنسان. أيضا يا أولاد، المناخ فصول الصيف غير فصول الشتاء. يعني في الصيف، في الشتاء بتصيبنا الإنفلونزا والكحة ونزلات البرد نتيجة تغير المناخ. أيضا في الصيف بتصيبك الحمى وضربة الشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. بس هنا ابن رضوان مش بيتكلم على تأثير الهواء أو تأثير المناخ، المناخ الطبيعي بقى يصطك بالإنفلونزا والأمراض العادية ده نتيجة المناخ الطبيعي، ولكن الملوثات. لو الجو مليء بالملوثات والأبخرة والأدخنة لازم هيصيب الإنسان بمجموعة من الأمراض. يعني ده أمراض نتيجة تغير ما هو موجود في الطبيعة وما هو موجود في البيئة. فبيقول هنا إن أقدم دراسة بيئية أيكولوجية. يعني إيه كلمة أيكولوجي؟ قال لي أيكولوجي هي علاقة الإنسان بالبيئة والكائنات الأخرى، مدى تأثير علاقة الإنسان بالبيئة والكائنات الأخرى. هو بيتكلم من قبل ما تظهر الفلسفة البيئية، احنا قلنا الفلسفة البيئية بتدرس تأثير البيئة والمناخ والأمراض والأوبئة أو تأثير البيئة على الكائنات الحية وعلى رأسهم الإنسان. هنا هو قدم الدراسة دي عشان يأكد إن الموقع الجغرافي والمناخ ما يصيب الإنسان من أمراض اتباعاً للموقع الجغرافي، اتباعاً للبيئة اللي عايش فيها، اتباعاً للمناخ، لدرجات الحرارة.
علاقته بالامراض والاوبئه. انا زي ما بقول لك دلوقتي احنا لو عندنا ابخره وادخنه هتبدا تصيب الانسان بايه؟ هتبدا تصيب الانسان بمجموعه من الامراض. يعني احنا لو قلنا ارتفاع الابخره والادخنه في الوقت الحالي ديت ايه، عندنا بنقول نصف سكان مثلا الصين بيموتوا نتيجه التلوث من الابخره والادخنه، بيموتوا ليه؟ نتيجه التلوث، اصابه بالسرطان وامراض الصدر والامراض التنفس، دي كلها نتيجه التلوثات اللي موجوده. فهو ابن رضوان هنا مع بعض كده درس البيئه ودرس طبيعه المكان ودرس المناخ وربط كل مناخ بالامراض والاوبئه اللي بتصيبه، ايضا حتى تاثير البيئه، تلوث الماء، قلنا تلوث الماء في وقته نتيجه رمي الجثث في المياه ادت الى تعفنها وبالتالي ادت الى وجود مرض الكوليرا. يبقى ابن رضوان هو طبيب، عندما قام بدراسه البيئه اتكلم عن مدى، نركز كده بقى مع بعض، مدى تاثير البيئه على الانسان وليس تاثير الانسان على البيئه. يبقى درس طبيعه المكان، مكان مصر، تمام، عندنا قلنا البيئات مصر، قلنا المكان بتاعنا، هنلاقي عندنا بيئه ساحليه، بيئه صحراويه، بيئه زراعيه، بدانا نشوف كل بيئه ايه المناخ بتاعها، بما يتميز بيها من مناخ، ربط كل مناخ بالامراض والاوبئه اللي بتصيبك، تمام، اتكلم عن فصول السنه، الصيف والشتاء والخريف وربطه بالامراض، اتكلم عن الموقع الجغرافي. ايضا يا اولاد البيئه لها تاثير على عادات وتقاليد المصريين، يعني مثلا البيئه في الصعيد في عادات وتقاليد بتحكمها، العادات والتقاليد في بيئه بتحكمها، الناس مثلا في وجه بحري ليهم بعض العادات والتقاليد اللي موجوده اللي بتختلف عن اهل الصعيد. يبقى احنا هنا بنقول ان كل بيئه بتؤثر على الانسان من حيث المناخ، طبيعه المكان، الامراض، الاوبئه، حتى كمان العادات والتقاليد. يعني مثلا على سبيل المثال احنا لو جينا قلنا على اساس العادات اللي موجوده هنا، مثلا عاده الطار، عاده الطار دي موجوده في الصعيد فقط لا غير، دي من العادات اللي موجوده اخذ بالطار. عندنا كمان العادات والتقاليد يا اولاد خاصه بالافراح، تلاقي كل منطقه او كل بيئه او مثلا بحري غير قبلي بالنسبه، او الصعيد بين المناطق البحريه في العادات والتقاليد بتاعه الافراح والمناسبات بتاعتهم، بيختلفوا في مناسباتهم نتيجه عاداتهم وتقاليدهم. يبقى انا عندي هنا اسهامات الدكتور علي ابن رضوان، اتكلم عن البيئه، اتكلم عن الانسان، اتكلم عن المناخ وتاثير البيئه على الانسان وربطه بالامراض والاوبئه وكمان بالنسبه للعادات والتقاليد الموجوده في المجتمع. وهنا بنقول قدم دراسه بيئيه ايكولوجيه بيتكلم فيها عن الاسباب والنتائج اللي ادت الى وجود الامراض او تاثير المناخ على البشر. اما عندنا علي ابن خلدون، طبعا ابن خلدون مؤسس علم العمران البشري او الاجتماع، طبعا كتابه المقدمه اتكلم فيه عن البيئات الصالحه والبيئات الغير صالحه للعمران البشري. هو قسم المناطق وايه البيئات اللي تصلح، يعني لو احنا جينا قلنا مثلا المناطق اللي بيها سهول واوديه وانهار دي بتصلح ان هي تكون معموره ومليئه بالبشر، اما المناطق الجبريه الوعره بتقل فيها او تنعدم فيها وغير صالحه للعمران البشري. اتكلم عن تاثير البيئه ونوعيه العمران زي ما احنا قلنا، مناطق بتختلف من مناطق. اتكلم عن شؤونهم السياسيه، اختيار الحاكم والسلطه. اتكلم عن الاقاليم الجغرافيه، وهنا الاقاليم الجغرافيه اتكلمها بطريقه اوسع. اقاليم جغرافيه، احنا كل اقليم جغرافي ليه تاثيره بالنسبه للعمل، بالنسبه للمباني، بالنسبه للملابس، بالنسبه للاقوات، مجال العمل نفسه، مجال الرزق. انا لو في بيئه زراعيه يبقى انا هشتغل في الفلاحه، هشتغل في زراعه الارض، هربي مجموعه من الحيوانات، هزرع الارض، هاخد من خيرها، يبقى دي طبيعه المعيشه بتاعتي او طبيعه العمل بتاعي. طب المكان بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن بيت يدوبك فيه جزء ان انا اسكن فيه وجزء الماشيه اللي موجوده. طب عندي الملابس بتاعتي، طبعا الفلاح بيشتهر بالجلباب. عندي كمان، يبقى انا عندي هنا كل بيئه بتوصف ليا مجموعه من الاشياء او بتفرض عليا مجموعه من الاشياء. طب سكان الصحراء اللي بيعيشوا على الأبل بيتنقلوا من مكان لمكان عشان بيدوروا على الميه،
بيدوروا على العشب، بيدوروا على الميه. طب سكان المناطق الخصبه، احنا عندنا في مصر هنا بيتمركزوا حوالين ايه؟ الدلتا وضفاف النيل، عشان بيعيشوا على المنتجات اللي موجوده، اللي احنا مثلا قلنا الاراضي الزراعيه والمناطق الخصبه. الفلاح بيزرع الارض بتاعته، بيستفاد من الحبوب والفواكه الموجوده، بيربي الحيوانات. سكان المدينه زي ما احنا بنقول اي مدينه كده، بتعيش على الصناعه والتجاره. يبقى هنا اتكلم كل بيئه فرضت او اثرت على الانسان اللي بيعيش فيها، فرضت عليه نوعيه العمل، نوعيه الملابس اللي بيلبسها. يعني احنا لو جينا قلنا مثلا المناطق، قلنا مناطق ساحليه، مناطق زراعيه. المناطق الساحليه مثلا العمل بيها صيد الاسماك، بيصطادوا الاسماك، بيعيشوا على الاسماك. البيوت كان ليها حاجه معينه، مثلا البدو كانوا بيعيشوا، اما دام فيها ترحال كانت البيوت بتاعتهم على ايه؟ شكل خيم. يبقى هنا ابن خلدون اتكلم على، انا خدت لك حاجه عامه او حاجه محليه، لكن هو لما بيتكلم على اقاليم جغرافيه بيتكلم على اقاليم جغرافيه عامه ككل. يعني احنا لو قلنا في الدول الاوروبيه على سبيل المثال، البيت بتاعها بيبقى من فوق على شكل مثلث. ليه خدت الشكل بتاع البيت ده؟ عشان الجليد لما بينزل لازم يبقى، لازم يعمل ايه؟ يتساقط من على البيت، لان كتر كثافه الجليد اللي هيحصل او التلج اللي هينزل هيعمل ايه؟ هيهدم البيت اللي موجود. يبقى اذا المناخ نفسه والاقاليم المناخيه نفسها والاقاليم الجغرافيه اثرت على طبيعه الانسان، على وجوده، على عمله، على ملابسه، على السكن بتاعه، على طريقه المعيشه بتاعته. ايضا اتكلم عن اثر الهواء في اخلاق البشر. اخلاق الهواء او اثر الهواء هو اتكلم على كمان الطبائع الناس وسلوكها، واتكلم على لون البشره. يعني الناس اللي بتعيش في المناطق اللي الهواء بتاعها سخن والشمس عاليه بتبقى البشره سمراء، والاقاليم المناخيه الثانيه اللي بيبقى الهواء بتاعها بارد بتبقى البشره بيضاء. ايضا ذات البشره السمراء او المناطق الحاره زي مصر والسودان كانوا بيتميزوا بالطبائع والسمات السلوكيه بتاعتهم، الفرح والغفله والخوف من العواقب. ليه الخوف من العواقب والفرح والغفله؟ لان كان طول السنه بتتوافر لديهم الموارد الغذائيه، ما كانش فيه مدخرات، ما كانش فيه خوف من العواقب، كان فيه نوع من انواع المرح لان نهر النيل او الانهار موجوده، وده سبب النماء والخصب، وكانت الناس بتتمركز حواليه. كان بيكون مجموعه من الانشطه، زراعه وتربيه حيوانات وزراعه ايه؟ الاراضي. فبالتالي كان بينعم الانسان، ما كانش فيه خوف من العواقب. اما الدول البارده كان في منطقه الشتاء او في فتره الشتاء كلها بتقف، بتتجمد. فبالتالي هنا كان الانسان بيعمل ايه؟ بيقعد طول الصيف يخزن في مدخراته خوفا من الموت، خوفا من الجوع. فكان بيغلب عليهم الخوف والحزن لان من العواقب اللي في الاقاليم الجغرافيه البارده. يبقى انا عندي هنا اقاليم حاره واقاليم بارده، اثرت على طبائع، اثرت على اللون، اثرت على شكل الجسم اساسا. يعني الاقاليم الحاره او الاقاليم المناخيه سواء الاقليم الجغرافي اثر على طبيعه الانسان وعمله ونشاطه ومكان مسكنه، ايضا الاقاليم المناخيه اثرت على طبائع وشكل البدن بالنسبه للانسان ولون البشره، وايضا الطبائع بتاعته وسلوكه من حيث المرح او الخوف او القلق، وايضا من حيث المدخرات والخوف من العواقب والخوف مما سوف يحدث فيما بعد. يبقى احنا عندنا خدنا المفكرين العرب، المفكرين العرب، نخلي بالنا احنا ابن رضوان وابن خلدون من المفكرين العرب الذين اهتموا بالبيئة واهتموا بدراسة البيئة ومدى تأثير البيئة على الإنسان. سواء ابن رضوان اتكلم عن تأثير المناخ والأمراض والأوبئة اللي بتصيب الإنسان، أما ابن خلدون اتكلم عن التوزيع الجغرافي للسكان، اتكلم عن التوزيع بالنسبة للعمل، بالنسبة للملابس، بالنسبة للأقوات أو بالنسبة لطريقة المعيشة. اتكلم أيضا عن أثر الهواء، الأقاليم المناخية، بس مش من حيث الأمراض، لا، من حيث الطباع، من حيث السلوك، من حيث الشكل، شكل الجسد، لون البشرة، الطبائع المختلفة. يبقى هنا عندنا طبع أهل السودان ومصر بيختلفوا عن طبائع أهل البلاد الباردة، لأن بيغلب عليهم الخوف
والحزن والكآبة والخوف من مدخراتهم أو ما يحدث لهم نوع من أنواع الموت من الجوع أو العواقب نتيجة التغيرات المناخية. أما بالنسبة لأهل مصر، مصر جوها من الجو الممتاز اللي كان بينعم به طول السنة، ووجود مياه نهر النيل وعدم تجمد هذه المياه، فكان الإنسان بيتميز بخفة الدم والمرح والسعادة، وديت أهم السمات اللي بتميز الشخصيتين. يعني إحنا لو جينا قلنا هل وقت ابن رضوان وابن خلدون هنا كان في مشاكل للبيئة؟ لا، ابن رضوان وابن خلدون هنا لو إحنا جينا بصينا اللي إحنا شرحناه كله من شوية، ما هو إلا وصف جغرافي. أنا بوصف يا أولاد، إنتوا خدتوا في الجغرافيا نقول إيه؟ نقول عوامل طبيعية وعوامل بشرية وأقاليم مناخية، وقسمت كل الأقاليم المناخية، ده حتى تقسيم الأقاليم المناخية بمدى ارتباطها بالمحاصيل الزراعية، كل فصل ليه مجموعة من المحاصيل الزراعية وارتباط طبيعة المناخ نفسه وطبيعة المكان نفسه. خدت مثلا المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية والمناطق الزراعية. ابن رضوان وابن خلدون ما هو اللي في كلامهم إلا وصف علم جغرافي للبيئة فقط لا غير. علاقة الإنسان بالبيئة ومدى تأثير الإنسان، مدى تأثير البيئة على الإنسان، في تأثير متباين. إنسان عايش في المناطق الزراعية هيبقى عيشته كلها جنب النيل أو جنب الأودية والسهول، يبقى هيقوم بالزراعة، هيربي مجموعة من الحيوانات، هيزرع مجموعة من الحبوب والثمار اللي هيتغذى عليها، هي دي هتبقى طبيعته. هيبني البيت، يعني بيت الفلاح زمان كان بيت من الطين، كان بيعيش فيه، بيقسم جزء منه للحيوانات والمشاية اللي بيربيها، جزء هو بيعيش فيه. يبقى بالتالي احنا عندنا هنا بنقول ان المشكلات البيئية اللي كانت موجودة حاليا في الوقت الحالي، وان الانسان ازاي بيحاول يسيطر على الطبيعة وازاي يستغلها وازاي يستفاد منها وازاي يقهر الطبيعة، ما كانتش موجودة وقت ابن رضوان وابن خلدون. ده هو كان كل حاجة ان الانسان عايش بطبيعته العادية في الطبيعة، وان العوامل المكان وعوامل المناخ كانت بتفرض عليه مجموعة من الظروف، وكان هو بيتأقلم ويتعايش مع هذه الظروف. يعني كان كل هدف الإنسان إزاي يبقى حيا، يعيش بيلاقي ماء أكله وشربه ومسكنه، وده كان الأهم بالنسبة للإنسان أيام ابن رضوان وابن خلدون. إحنا هنا النهاردة خدنا الفكر البيئي في الشرق القديم، خدنا المصريين، ووضحنا ازاي ان المصريين احترموا الطبيعه وعبدوا الطبيعه واتخذوا من مظاهر الطبيعه. اتكلمنا عن كتاب الموتى الذي يعتبر دليل الميت في الرحله او في رحلته الى الرحله الابديه او الخلود، وايضا اتكلمنا عن تعويذه اعلان البراءه لكي ينعم الانسان بالجنه، ازاي اتخذ من مظاهر الطبيعه الهه له، ازاي عبد نهر النيل واهتم بنهر النيل اله الخصب والنماء. ايضا اتكلمنا عن الطاو، وقلنا نركز مع بعض، قلنا الفكر المصري القديم فكر ديني، اما الفكر الصيني اللي هو يتمثل في الطاو هو فكر ديني وفلسفي يتميز بالديانة والفلسفة. والدين بالنسبة للصين او الشعب الصيني، لان كانت تمثل تاني ديانة بعد الكونفوشيوسية، اكدت على المساواة بين الانسان وجميع الكائنات الحية، يحيا الكل مع الكل، كل شيء يرجع إلى الطبيعة. الطاو هو المبدأ أو المآل التي تأتي منه كل الأشياء وتنتهي كل الأشياء، هو يعتبر الأساس، هو أصل كل الأشياء، فكل شيء يرجع أو يأتي من الطبيعة ويعود إلى الطبيعة. نادت ولغت التمييز المصطنع بين الإنسان والبيئة، رفضت فكرة المركزية البشرية أن الإنسان أرقى الكائنات الحية وأسماها، ولكن الإنسان جزء من الطبيعة، فالطبيعة تتبدل وتتغير لوحدها دون أي تدخل من إنسان أو دون أي تدخل من شيء خارجي. عشان نحفظ التوازن الطبيعي للبيئة، وعشان نحفظ توازن البيئة أيضا، لاوتسي حذر من تدخل الإنسان، وده كان أول فيلسوف يطلقه أو أول تحذير يطلقه فيلسوف. أيضا اتكلمنا عن ابن رضوان، طبيعة المكان والمناخ، وإزاي ربطوا بالأمراض والأوبئة، وإزاي إن البيئة يا أولاد بتأثر على عاداتنا وتقاليدنا. وطبعاً كل واحد منينا واعي تماماً للكلام اللي بقوله، لأن كلنا موجودين في بيئات مختلفة، في أماكن مختلفة فيها عاداتها وتقاليدها
في الأعياد، في الأفراح، في الأحزان، كل واحد منينا ليه عاداته وتقاليده حسب المكان وحسب البيئة اللي بينتمي إليها. أيضا عندنا ابن خلدون اتكلم يا أولاد عن المناطق الصالحة للسكان والمناطق الغير صالحة للسكان، واتكلم إن البيئة لها تأثير على نشاط الإنسان وعلى عمله وعلى سكنه وعلى ملبسه وعلى اختياراته. أيضا سكان قسم الأقاليم الجغرافية زي ما أنت خدتها في الجغرافيا، بيئة صحراوية، بيئة ساحلية، بيئة زراعية، والأقاليم حيث في المناطق أيضا أقاليم حارة وأقاليم باردة. اتكلم عن طبائع البشر، اتكلم عن التكوين الجسماني، لون البشرة، اتكلم عن الطبائع من حيث الحزن والفرح، الحالة النفسية من حيث الحزن والفرح والكآبة والسعادة والمرح. هما الاثنين مفكرين عرب اتكلموا ما هو إلا وصف البيئة. وقتهم ما كانش في مشاكل بيئية، ما كانش الإنسان تدخل في البيئة ولا حاول يسيطر على البيئة، ولكن الإنسان كان مدى تأثير البيئة عليه، هي اللي اختارت نشاطه، هي اللي اختارت عمله. إزاي الإنسان يستفاد من البيئة؟ كل واحد موجود في بيئة معينة لابد أن يستفاد ويتكيف مما هو محيط من حواليه، وبالتالي كان هدفه الأساسي المأكل والملبس والمسك. طبعا احنا تعودنا ان احنا كل ما بنخلص جزئية بنبدأ نحل عليها. هنبدأ مع بعض. يقول جون باسمور اننا نحتاج الى ميتافيزيقا جديدة ليست مؤسسة على مركزية الذات الانسانية، فهي تساعدنا فان نفكر في الطبيعة كشيء ما يعتبر جزءا منه وليس مقتربا عنه. تعالوا مع بعض كده. بيقول ايه؟ إننا نحتاج إلى ميتافيزيقا جديدة. ميتافيزيقا معناها يا أولاد، ممكن نكتب المصطلح ده مع بعض، معناها ما وراء الطبيعة. وما وراء الطبيعة اللي بيقصد بيها هنا الميتافيزيقا الفلسفة. إحنا عايزين فلسفة جديدة ليست مؤسسة على مركزية الذات الإنسانية. ركز معايا، ليست مؤسسة على مركزية الذات الإنسانية. يعني إيه مركزية الذات الإنسانية؟ نقف كده للعبارة دي. يعني الإنسان أرقى الكائنات الحية، يعني الإنسان يتميز ويسمو عن بقية الأشياء الموجودة في الطبيعة. يعني في حاجة اسمها إن الإنسان أعلى من الطبيعة. ولكن لما نشيل الفلسفة دي أو نعمل فلسفة جديدة ونلغي منها فكرة المركزية البشرية، ده كلام العبارة، هنفكر في إن في الطبيعة هنا إن الإنسان يعتبر جزء منها، مش هو مغترب عنها، مش غريب عنها، مش أعلى منها، ده هو يمثل جزء من الطبيعة، موحدة بين الطبيعة وبين الإنسان. مين اللي خدناه؟ مين اللي اتكلم وقال إن الإنسان جزء من الطبيعة وأن الإنسان لابد أن يتعايش مع الطبيعة وعدم التدخل في الطبيعة، ورفض أن الإنسان أسمى الكائنات الحية، ورفض التمييز المصطنع بين الإنسان والكائنات الأخرى، رفض أن الإنسان يتدخل في الطبيعة بحجة الأقوى والأرقى. رافو لاوتسي. لاوتسي حذر من تدخل الإنسان ورفض أن الإنسان يتدخل في الطبيعة بحجة الأقوى والأرقى، لأن ذلك يؤدي خرابا ودمارا. يبقى أننا نحتاج إلى ميتافيزيقا أولاد جديدة، يقصد بها كلمة ما وراء الطبيعة، ولكن يقصد بها فلسفة. فلسفة جديدة ليست قائمة على المركزية الذات البشرية، ليست قائمة أن الإنسان أرقى الكائنات الحية. هننتقل لسؤال تاني. الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير نتيجة عوامل البيئة زي الإنفلونزا، أمراض الجهاز التنفسي، الإسهال، التلوث الغذائي، الإجهاد الحراري، يمثل ما سبق أحد اهتمامات المفكر. تعال نفكر مع بعض. أنا قلت لك إحنا كل شخصية لازم نحط لها عنصر أساسي. مين العنصر اللي اتكلم عن الأمراض؟ تلوث الماء، تلوث الهواء، نتيجة الإيه؟ الأبخرة والأدخنة. قلنا تلوث الهواء أو نتيجة المناخ، عندنا مناطق باردة، مناطق حارة، أقاليم الصيف، أقاليم الشتاء. في الشتاء بتصيبنا الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، في الصيف ممكن يسيبنا الإسهال نتيجة الشمس أو الحمى ضربة الشمس،
فمين اللي اتكلم عن الامراض؟ مين اللي اتكلم عن الامراض وربطها بالمناخ؟ قال لي ركز معايا في الحته دي، يمثل اهتمامات المفكر. احنا قلنا مين المفكرين اللي احنا خدناهم؟ اثنين، ابن رضوان وابن خلدون. مين اللي اتكلم عن الامراض وازاي ربط الاقاليم المناخيه؟ عندنا قلنا صيف وشتاء، وان الصيف بيتميز بمرض الامراض المعينه والشتاء بتتميز بامراض معينه بتصيبك نتيجه تغير المناخ. يبقى هنا عندنا برافو ابن رضوان. تتميز المدن الساحليه بصناعه البحر والسفن والاستيراد، بينما تتميز مدن الجنوب بصناعات الطين والصلصال وقصب السكر. ركز كده معايا، احنا خدنا من شويه شخصيه اتكلمت عن الاقاليم المناخيه والاقاليم المكانيه، الاقليم الجغرافي كمكان. قلنا عندنا بيئه صحراويه، قلنا البيئه الصحراويه بيرعوا الابل وبيعيشوا على الاعشاب او العشب، مكان العشب والمياه الابار. بنستخدم بيتميز البيئه الصحراويه بالنخيل والزعف. عندنا البيئه الساحليه بتشتغل في البحر ويشتغلوا بالسفن والاستيراد واصطياد الاسماك. في المناطق الجنوبيه بتشتغل بالطين والصلصال وقصب السكر لانه بيحتاج مياه وفيره. ايضا في المناطق قلنا الزراعيه، قلنا بيشتغلوا ايضا بالمناطق الزراعيه، قلنا بيشتغل بالزراعه، العمل بالزراعه وتربيه الحيوانات والماشيه. مين اللي اتكلم عن العمل؟ مين اللي اتكلم عن ما يتميز به من صناعات؟ طبعا احنا قلنا واحد اهتم بالامراض وهو ابن رضوان، الثاني اهتم بالعمل والنشاط البشري، الانشطه البشريه، يبقى هنا ابن خلدون. إن المياه الملوثة وارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها وعدم النظافة داخل البيت وخارجه تؤدي إلى انتشار الفيروسات والجراثيم ومن ثم الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي. مياه ملوثة، احنا خدنا قلنا على سبيل المثال، خدنا مثال من شوية قلنا الأمراض المياه الملوثة، قلنا ادينا مثال الشخصية اللي ادتنا أمثلة للأمراض بالنسبة للمياه، قلنا عندنا زي ما كانت بيرموا الجثث، مرض الكوليرا نتيجة التعفن الموجود في المياه، عدم نظافة البيت أيضا بيؤدي لانتشار الفيروسات والجراثيم، هيصيبنا بأمراض الجهاز الهضمي طبعا إسهال ونزلة معوية والجهاز التنفسي نتيجة الأتربة والغبار اللي موجود. مين اللي اتكلم عن الأمراض؟ قلنا ابن رضوان. هو مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية التي كانت تستخدم في مصر القديمة لتكون دليلا للميت في رحلته للعالم الآخر. تشير العبارة إلى أحد مظاهر احترام المصر القديم للبيئة. إيه اللي احنا خدناه من شوية؟ قلت لك ده دليل على إن المصر القديم أو دليل الميت في رحلته للعالم الآخر. مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص بيستخدمها المصري القديم كدليل كممر رحلته للعالم الآخر. تعال نبص كده الاختيارات اللي موجودة. احنا قلنا تعويذة إعلان البراءة بيقولها أمام الإله الأعظم عشان يثبت براءته وبالتالي ينعم بالحياة الخالدة، ووصفناها وقلنا إن هي بتتكتب على جدران المعابد وعلى تيجان المومياء وعلى المسلات اللي موجودة، وهي تعويذة من هدفها إله إثبات الحق أو البراءة أمام إلهة الحق ماعد. أما تقديس نهر النيل قلنا إن هو المصريين اعتبروا النيل هو إله عظيم، هو وحد قوة الشمال والجنوب لأن مصيرهم واحد، علمهم الصبر، تمتعوا بالمرح لأن هو سبب الخصب والنماء. احترام المصري القديم للبيئة، احترم الطبيعة وخد من مظاهر ليها زي قلنا الكباش والتماسيح والصقور والسماء والشمس، مظاهر للآلهة. أما كتاب الموتى قلنا هو مجموعة من الوثائق الدينية، نصوص جنائزية بيستخدمها الميت كدليل لرحلته للعالم الآخر، يؤكد فيه احترامه للطبيعة وهو السبيل الوحيد للتقرب من الآلهة. يبقى هنا كتاب الموتى.
تقول إن تزايد الكتلة الناجمة عن الأنشطة البشرية سيؤدي على المدى الطويل إلى فقدان المواطن الطبيعي أو تغيرها من خلال التلوث بالمواد التي يصنعها البشر. نستخلص من العبارة السابقة أن هذه الممارسات تدل على هنا عالمة بيولوجية موجودة في جامعة ماكغيل في كندا بتقول إن تزايد الكتلة الناجمة عن الأنشطة البشرية. إيه تزايد الكتلة الناجمة عن الأنشطة البشرية؟ يعني النشاط البشري متزايد، نشاط من صناعات لحركة طائرات لمصانع لعربيات أدت وستؤدي على المدى الطويل إلى فقدان المواطن الطبيعية. يعني إيه المواطن الطبيعية؟ يعني الموارد الطبيعية أو تغيرها. يعني الموارد الطبيعية إزاي تتغير؟ يعني لو قلنا الأشجار أو الغابات، سوف تفقد الغابات مكانها أو الطبيعي، هتقل الغابات نتيجة القطع المستمر ليها وتهجير الحيوانات، ومن خلال التلوث بالمواد التي يصنعها الإنسان، الإنسان من خلال الأبخرة والأدخنة والمواد الضارة والمواد السامة والكيماوية تؤدي إلى تبوير الأرض واختفاء الأرض أو عدم القدرة على زراعتها مرة أخرى. تؤدي إلى إيه؟ الممارسة اللي عملها الإنسان دي هل دليل على احترام الإنسان للبيئة ولا ازدهار الحياة البرية ولا الحفاظ على البيئة ولا اختلال التوازن البيئي؟ بيقول لي إن الكتلة البشرية الناجمة أو تزايد الكتلة البشرية الناجمة أو الأنشطة الناجمة عن البشر ستؤدي على المدى الطويل إلى فقدان المواطن الطبيعي. الإنسان بيمارس مجموعة من الأنشطة الكثيرة أو الكثيفة أو المتزايدة عن الحد الطبيعي، فبتؤدي إلى فقدان المواطن الطبيعية، وإن الإنسان بيستخدم مواد ضارة موجودة هو اللي بيصنعها هتأثر عليها فيما بعد. ده دليل على إن الإنسان بيعمل إيه. هل الإنسان هنا هدفه ازدهار الحياة البرية؟ ده هو بيخربها وبيقول لي هتختفي وقت معين هنبدأ نفقدها تماما. هل الإنسان هنا بيحترم البيئة؟ هل الإنسان هنا بيحافظ على البيئة؟ طبعا هنا الإنسان اختلال التوازن البيئي. يقوم بعض الصيادين باقتناس آخر الحيتان من المحيط وآخر النمور من الغابة وفي النهاية آخر الأفيال البرية من السهول الأفريقية. يعبر ذلك عن أحد مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. العبارة اللي قدامنا دي لو إحنا بصينا فيها هو بيعمل إيه؟ يخلص على الحيتان، بيخلص على النمور، بيخلص على الأفيال، يعني بدأ يضر، بدأ يعمل شر، بدأ يبقى فيه ضرر. الضرر ده هل موجود في مرحلة التفسير والتوظيف ولا موجود في الاستغلال والسيطرة ولا القهر والاستبداد ولا التقديس والتأليه؟ طبعا احنا اتفقنا ان مرحلة من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة التي قام بها بكل ضرر وقهر هي مرحلة القهر والاستبداد. اعتبر طاليس أن الماء هو أهم عنصر في الطبيعة وإليه يعود كل شيء فيها، إما أنكسماس فيرى أن الأحياء تكونت من مزيج من العناصر التراب والهواء والماء والنار. طاليس يا أولاد هو أول حكيم أو أول فيلسوف بيتكلم عن أن أصل الوجود هي الماء. أنكسماس بيتكلم أن الأحياء أو الكائنات الحية وما هو موجود تكونت من التراب والهواء والماء والنار. يشير هذا إلى مرحلة من مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. بنقول فيلسوف يتكلم عن أصل الوجود، أصل الكون، ناحية تأملية فلسفية، وهنا هيدينا مرحلة التفسير والتوظيف لأن هي مرحلة الحضارة أو الفلسفة اليونانية والفلسفات الطبيعية. بكده يا أولاد نكون النهاردة انتهينا من حصتنا في الفلسفة، سواء الفكر البيئي عند الشرق القديم أو الفكر البيئي عند العرب. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا. النهاردة كان معاكم الأستاذة شيرين ويليام. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدنا من مجموعة الأسئلة. شكرا، إلى اللقاء.